شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الحركة في الصلاة لأجل حاجة الغير، كأن أفسح الطريقة مثلا لمصل معاق، أو أناول شخصا احتاج لي المنديل ونحو ذلك من الحركة؟ للفائدة، الحركة في الصلاة ثلاث: الحركة الأولى حركة لمصلحة الصلاة، مثل أن يتقدم ليسد فرجة، ومثل أن يتقدم لأن يأتم بأحد، فإن هذه حركة لمصلحة الصلاة وهو مأمورة، وهي مأمورة خاصة إذا كان لسد الفرج. الحالة الثانية لمصلحة إنقاذ مسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، أو أن مريضا أراد أن يسقط فتقدمت فقمت إليه فساعدته في ذلك. حينئذ نقول هذه أيضا مشروعة، وقد تكون واجبة إذا ترتب على ضرر على أخيك المسلم. الحالة الثالثة حركة ليست لمصلحة الصلاة ولا يحتاجها المسلم حاجة ماسة، فإن كانت يسيرة وليست دائمة وليست كثيرة فإن الأصل فيها الجواز، وقد استدل العلماء على ذلك بما جاء عند أهل السنن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تأتيه بالليل فيتقدم فيفتح لها الباب، والحديث تكلم فيه أهل العلم وصححه بعض المتأخرين، والحديث يصلح أن يحتج به، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك.